في هذه اللحظه هذه ومع 8 ديال الصباح الدراري على بالهم اللي ما غنجيش لهذه الرحله هذه، ولكن قررت انني نديرها لهم مفاجاه. انا رفاق فاك كنت جيت خشب شكون حل من عندك وحل انت اللي تلي على برا اللي تلقى عندنا حل راه هنا واهلي اوه الله شتا الله الا شتا لا لا ها لا لا ديرنا شي قول ميت عنا كنت مورينا خياس درت لكم اخي شي سبرايز ناضي ها بخير صراحه مزيان قال ما انت اخويا ما صافي اهلا ماشي انت شوف لي يا 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 والله الا سان كي طوال انت ماشي اخو عمر شوف السيف ما تنعس ناضي اخو اخو راه مازال فيا باغي الناس يقشين ولكن غنوضوا مرحبا بكم في فيديو جديد. لقيتونا اليوم في شي كلمامين. اليوم جينا نحضروا لواحد لانيفيرسير ديال واحد الدري صاحبنا وعشيرنا. ملي كنقول انيفيرسير في الطبيعه راه شي يكون مختلف بزاف على عيد ميلادك في الدار وفي وسط المدينه. المهم اليوم غيكون نهار سبيسيال. وقبل ما ندخلوا في الاجواء ديال هاد لانيفيرسير غدا غادي نتحركوا لواحد الله كنكتشفوا كاملين اللي بعد من تيكل مامين بواحد ساعه ونص المكانه. نشوفوا الديكور كيفاش داير تما غادي يعجبكم البلان. المهم تفرجوا في الفيديو حتى الاخر وما تنساوش الا عجبكم البلان تخليوا لنا كومونتير وجيم باش هكا نديروا بلانات جداد عاوتاني. المهم ليتس جو. وصلنا لهاد البحيره واخا كانت ناقصه من الماء ولكن كانت واحد الطبيعه تما جد رائعه. الاسم اللي كيطلقوا عليها وهي اقلما من امي عمي منبع وادي شبوكه. تخيلوا معايا خوشي مشينا عند واحد الناس هنايا حيت ضربنا الطريق لهاد اللاك هذا ضربنا الطريق وكان فينا جوج فهمتي مع البقر كثير هنايا وهادي قررنا اننا زعما ناخذوا شي لبن نشريوه من الناس اللي كاينين هنايا يقدروا يكونوا شي بيعوه. مشينا عند واحد السيده هنايا هضرنا معاها قلت لك ما نبيعش لكم اللبن غنعطيه لكم باش تاخذوا هي هذيك البيع ماشي نبيعش. صراحه سبحان الله الناس ديال الامازيغ الجود والكرم ديما فين ما مشيتي الشلوح والله الا تيصدموك. راه هاد لوجيست هذا المره الثانيه كيزيد يصدم لي انا هاد لوجيست هذا حيت كان وقع لي في واحد الفيلاج اخر. اشنو قلت لكم اخويا لي نفتي اخوتي لي نفتي ديال 2023 طبيعه والله العظيم. رجعنا وبدينا التحضيرات لعيد الميلاد. كانت كل مجموعه مكلفه بمهمه معينه. حاجه اللي وقع لي اول مره اللي غيعرفني ولا اللعيبه شويه سيريو في هذا الجيم هذا يعني ضحكتي غشيتي لازيتي ريت لك الكارد ديالك عرف راه كاين شي لعبه بلا ما تجحدني وتقبلها بكل روح رياضيه حيت الفيلاج كبير وبغينا الجيم يمشي مزيان. بغيت الدراري يخدموا دماغهم بالرجوله ديك اللعبه تحرك ولا قال هذا ديب بغيت شي بغيت المهم بغيت نشوف بنادم هنايا الاي كيو اللي عنده دماغه بغيت نشوفه يخدموا. راه كاينين الدراري اللي غير من العين كيعرف بنادم بانه راه كيطرنح ولا كيتربط باين اللي ما كيعرفش يلعب ديب. تقبل مني الا تيريت الكارطه ديالك عرف راسك درتي شي حاجه وما غنتجاحدش معاك. متي ودويتي غنمتيري الكارطه ديالك حلفتي غنتيري الكارطه ديالك يعني اي لعبه درتيها مخالفه لهاد الجيم هذا اللي شنو هو الكونسونطراسيون هو السكاش هو تعرف ورقتك ما توريهاش اللي حداك ولا هذا
تكونسونطرا مع الجيم، طلع علينا الديابلو ابتسام في الفيلاجوا، عرف تلعب بلي كارت سبيسيال وفهمتي، وخلي الجيم يمشي مزيان على بركة الله وكيجي الليل. دياب اش من ورق؟ دياب اخويا وملاص وملاص دياب الدراري كاين السته ديال دياب في هاد القبيله، واللي عنده الاص راه هو الدي، اللي جا الاص واحد هو الدي. كتعافاكم. اذا صافي الدراري راه شوف باش نكون واضح، راه عيفو غنقول جليل، راه جليل راه اللي لقيتو كيدور ما عطيش كارطه ديالو. وكاينش واحد الدراري اللي ما عارفش شنو هي جليل. جليل هي كيغمضوا عينيهم، جليل راه ملي كيجلي راه كتنعس باينه، على كنت انت ابو خطاط شي جايا شي بومه ولا شي لعيبه. يا الوالي يا مولاي احمد، شوف 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 تصور في الاسم. عزيز الله يرحمه. الله يرحمه. يا صراحة شيء برافو. برافو عليك. برافو عليك. وي وي وي. كاين امين. راه هي راه باينة احسن. دراري حنا اللي جينا هنا ناكلوا لي ماكرون والصوفر. هذه دابا علاش هذه؟ هذه تضيع. هذاك هو لي ماكرون مالو. اقسم لك كاين تصور اللي مصوره مسكين. الله يرحمه. حجر راه غادي تصور انا وياك. انت هذيك راه جمعتهم. صافي. وقديتهم. دراري ناعسين كلشي صفق الدراري يلا كلشي صفق رجلين. الله يرحمه ليه هو عزيز. اول مره غادي نعرفو فهاد البلاصه، واكثر انسان تريبيت معاه، واكثر انسان دوزت معاه بزاف ديال الوقت، وللاسف مات الله يرحمه وخلانا فهاد اللحظه هادي. صراحه فوق ما جيت لهنا كنتفكرو غير هو. جدد عليه الرحمه. تمنيت يكون كان معايا ولكن ما كتبش. الله يرحمه فهاد الله يرحمه. الدراري ربي يعافاك ودير واحد الدقيقه ني تنطحمو على عزيز الله يرحمه مسكين. انا دقيقه حصلت.
ايوا.